اللي تقوم بها الجالية المغربية هو حقا كيدل أن الجالية نشطة وأن جدة كتشتغل وكتعمل باش توصل رسائل كثيرة لهذا المجتمع، للمجتمع المدني، للجمعيات الأخرى، يعني المكونات ديال المجتمع الهولندي ككل. فكاين مواضيع طبعا مهمة جدا اللي كتكتسي يعني واحد الأهمية للجالية، لأن فيها عبر ودروس خصها تمررها للوسط والمجتمع الهولندي باش تعبر عن التشبث ديالها بعض المبادئ المهمة واللي كتمتاز به هاد البلاد هذه، خاص فيما يخص التنوع، فيما يخص الحوار، فيما يخص التفاهم، الاحترام المتبادل. فهذه المبادئ وهذه المثول وهذه القيم هي يعني أساس الواحد العيش أو التعايش مشترك في مجتمع تيسود يعني الوئام والسكينة والانسجام بين المكونات ديالو بكل اختلافاتها وتنوعها. هذا اللقاء هذا كيتزامن مع اللقاء اللي قام به البابا الفاتيكان للمغرب، وحنا كنجاوبوا مع الرسالة اللي صفتها صاحب الجلالة للعالم، يعني رسالة التعايش والتضامن مع جميع الديانات وجميع الأقليات. نظمنا هذا اللقاء على أساس إعطاء وإبراز الطاقات المغربية وكذلك إبراز التعايش الذي يحظى به المغرب والذي تحظى به الجالية المغربية التي اندمجت بشكل كبير مقارنة مع الأقليات الأخرى. في هذا اللقاء سيحضر فيه دبلوماسيون وأكاديميون وسياسيون، وهذا ل يعني دراسة موضوع الهجرة وموضوع التنوع وموضوع يعني فكرة كيف ستستمر أوروبا في ظل الهجرة والتكيف مع أجناس أخرى ومجتمعات أخرى. نود بهذه اللقاءات يعني تغيير الفكرة المروجة من طرف الإعلام السلبي على الجالية المسلمة، فالحمد لله هناك تجاوب كبير وهناك يعني شراكات مع المجتمع الهولندي بجميع الصفات، يعني دبلوماسيين وأكاديميين، وهم يعرفون كذلك أن الجالية المسلمة لا علاقة لها بالإرهاب، ويجب علينا كمجتمع مدني إبراز لغة التعايش وإبراز يعني المجتمع المغربي الذي عايش جميع الأقليات في المغرب من القرون الوسطى. نعم، أنا كنظن بهذه اللقاءات وبهذه الطريقة اللي كنخدموا بها، يعني نعيطوا لجميع الأقليات وجميع الديانات وندرسوا هذا الموضوع هذا، كنظن أنها غادي يكون عندها واحد انعكاس إيجابي، وبالخصوص إلا جبنا ناس في المستوى، ناس أكاديميين اللي قدروا يغيروا النمط السلبي على المغرب والمغاربة وعلى الجالية الإسلامية بصفة عامة. احنا طبعا يعني لا نريد انها نديروا بروباغندا للمغاربة في هذه البلاد، بغينا يعني اعطاء كل ذي حق حقه، وفي هذا الحوار الهادئ المثمر ممكن طبعا الجالية المغربية تتعلم امور اللي تخليها تصحح من بعض السلوكيات وتنصح الشباب يعني كيفاش يعيشوا في هذه البلاد يعني معززين مكرمين، وكيفاش يدافعوا على بلادهم، وكيفاش يوصلوا كذلك ذاك التنوع وذاك غنى الثقافة المغربية الوسط الهولندي. هذا يعني مصدر افتخار للشباب المغربي بشغل في هولندا في العالم. فالحمد لله كان واحد العمل كيدار، ولو خصو بحال اللي قلت كثير من الوقت وكثير من الجهد وكثير من الإمكانيات كذلك. هذا العمل يعني سيأخذ وقت كثير، لأن العالم بأسره كيمر يعني ظروف صعيبة عصيبة جدا، ولهذا هذا الجهد خص ما يدارش غير في هولندا ولا في مدينة ليدن، خص يدار في جميع يعني الدول الأوروبية والغربية بصفة عامة والعالم. فالجالية المغربية ما كتفقدش الأمل، واليوم كاينة مؤسسة الأمل هي اللي كتوضع اللي كتنظم هذه الفعالية. هذا يدل أن إذا كان الأمل فكل شيء ممكن.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.